السلام عليكم. دونك نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا تصحيح 8-19 صفحه 51 كتاب في رحاب الرياضيات ولا باك علوم تجريبيه الدرس عموميه تحاول الدواء. دونك 8-19 هو هذا عندنا واحد جوج دواء. اول السؤال الاول نحدوا مجموعه تعريف الداله جيرون اف. صافي تعريف مجموعه تعريف جيرون اف. دونك جيرون اف دي ديال جيرون اف كتساوي هي الأعداد الحقيقية كتنتمي ل F بحيث إذا شكون هنا عندنا الأولى هي F. دونك غنشوفو الشروط اللي كاينين هنا على X. هنا ما كاين حتى شي شرط يعني X كينتمي ل R تكتبها ما تكتبهاش ماشي مشكل في هذه الحالة فقط. زيادة و كنديرو و يعني مثلا إلا بغينا نكتبوها هي X ينتمي ل R أصلا حنا كتبناها هنا و شنو دابا عندي جيرون F هاد X هذا كنعوضو بجي دو X. إذا شنو خص عندي هنا؟ إذا كان x زائد 1 خصو يخالف 0 دابا خصنا نقولو هنا جي دو x زائد 1 خصو يخالف 0. إذا هي مجموعة الأعداد الحقيقية هادي نخليوها ماشي مشكل خاصة بحيث شنو هي جي دو x خصو يخالف عفوا ماشي جي دو x هاد x خص ماشي بجي دو x نعوضو خصنا نعوضو بf دو x. سمحولي أنا خصني نعوضو بf دو x. دونك كنجي نعوض هنا f دو x هي x أس 2 ناقص 2 x زائد 1 خصو يخالف 0. هي مجموعة الأعداد الحقيقية بحيث x نيت ينتمي ل R يعني هذه ديال F وهنا هذه مستبقة هما رقم 2 اللي هي x ناقص 1 أس 2 تكون كتخالف 0. هي x كتنتمي ل R بحيث إذا باش تكون هذه كتخالف 0 خصنا x تكون كتخالف 1. صافي اكس كيخالف 1 يعني غنقولوا اكس ناقص 1 كتخالف 0 بالتالي اكس الا بغيناها بالمجالات هو المجال ناقص ما لا نهايه 1 ما داخلش اتحاد المجال 1 زائد ما لا نهايه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني قالوا لنا نعطيو جدول تغيرات كل من الدالتين اف و جي. قرينا في الجدع مشترك واحد القاعده ولا واحد الطريقه ملي كتكون لي مثلا هادي دالة حدودية يعني دوك الدواء اللي كيكونو مكتوبين على هاد الشكل اف دو اكس كتساوي اكس اس اتنان زائد بي اكس زائد سي. صافي اللي كيكونو مكتوبين على هاد الشكل هذا كنردوهم على هاد الشكل هي ا عامل اكس زائد واحد الفا اس اتنان زائد واحد بيتا. صافي كهادي كنردوها على هاد الشكل كاين طرق خاصها صرا هنا بديات المتطابقه. وكانوا عندنا هنا جوج حالات كنديروا جدول التغيرات. في حاله ا كبر من زيرو كيكون عندي جدول التغيرات هو هذا. كنجي هنا كندير موان الفا هذا العدد اللي عندي هنا هنا موان لانفيني بلس لانفيني وكنقول تناقصيه تزايديه والصوره ديال ناقص الفا هي بيتا. اوكي في حاله هذا سالب كتبقى نفس الحاجة غير هنا كيتغيرو هنا ناقص ألفا ولكن هنا كتولي تزايدية تناقصية وهنا الصورة عندي هنا هي ديال بيتا. هذه في حالة دالة حدودية. عاوتاني قرينا حاجة واحدة أخرى هي اللي كيكونو مكتوبين على هاد الشكل أ إكس زائد بي على سي إكس زائد دي. هادو كنوليو نردوهم على واحد الشكل ديال بيتا زائد واحد العدد كا على سي إكس زائد عفوا اكس ماشي سي اكس زائد الفا. اوكي اكس زائد الفا وعندنا هنا جوج حالات. عاود عندنا الا كان ك موجب كبر قطعا من زيرو جدول التغيرات كان كيكون هكا. دونك كتكون عندنا هنا موان الفا ما داخلاش باش مجموعة التعريف كتكون هنا تناقصية تناقصي صافي موان لانفيني بلوس لانفيني. في حالة ك موجب عفوا ك سالب كتكون نفس الحاجة غير هنا الدالة كتكون تزايدية تزايدية وبطبيعة الحال مكايناش ناقص الفا. دونك هادو اللي غنحتاجو هنا مزيان. إذا هادي غنحاولو هادي نكتبوها على هاد الشكل ولا ممكن تبينو التزايدية بداك معدل التغير ولا ما عرفتش واش غتكون التزايدية والتناقصية. المهم كاين بزاف الطرق. ما علينا لدينا
اف دو اكس كتساوي اكس اس 2 ناقص جوج اكس. إذا كتلاحظوا دونك شكون شحال أ ديالي هنا هو واحد، ب هو ناقص جوج، سي مكايناش زيرو، دونك خصني نردها متطابقة هامة. إذا اش غتساوي لينا؟ غتساوي هي إكس ناقص جوج إكس زائد واحد باش نكمل متطابقة الهامة ناقص واحد، هنا إكس أس 2. إذا هنا رديتها على شكل إكس ناقص واحد أس 2 ناقص واحد، صافي ناقص واحد. وبالتالي شكون هو أ ديالي دابا أنا في هاد الحالة بالنسبة لهادي؟ شكون هو أ؟ هو واحد، صافي. شكون هو بيتا؟ ألفا. ما تنساوش راه عندنا زائد ألفا، إذا هادي راها بحال إلا هي إكس هانتوما واحد باش نرد على هاد الشكل زائد ناقص واحد أس 2، هاد ناقص بيتا، هاد ناقص واحد هي زائد ناقص واحد. إذا ها هو العدد ديالي أ، ها هي ألفا، صافي. بالنسبة اللي عندي هنا ها هي بيتا، وبالتالي إذا كنشوف أ موجب، إذا راه غيكون عندي هاد جدول التغيرات. غنمشي من موان لانفيني بلوس لانفيني، صافي، موان لانفيني بلوس لانفيني. هنا شكون كنحطو؟ كنحطو ناقص ألفا، ناقص ألفا. شكون هو ألفا؟ ألفا هو ناقص واحد، صافي، ألفا هو ناقص واحد. إذا ناقص ألفا شكون هي؟ هي واحد. هذه تغيرات هنا إكس، هنا تغيرات إف. أ موجب، إذا غتخرج هذه تناقصية تزايدية، والصورة ديال واحد هي بيتا. شكون هي بيتا عندنا هنا؟ هي ناقص واحد، صافي. هذه فيما يخص ديال الدالة اف. غنشوف عاود ثاني الدالة جي. شنو قلنا على الدالة جي؟ مكتوب خص ابدا هنا راه مكتوب على هذا الشكل جي دو اكس كتساوي واحد على اكس زائد واحد. اذا اللي كيكونوا مكتوبين على هذا الشكل خصنا نردهم على هذا الشكل، صافي. حنا في هاد الحالة هادي أصلا هادي راه مكتوبة على هاد الشكل، ياك هانتو هي زيرو زائد واحد على إكس زائد واحد، أوكي. إذا شكون هو بيتا ديالي؟ ها هو. شكون هو كا؟ هذا هو كا. شكون هو ألفا؟ هذا، أوكي، مزيان. غنمشي ندير جدول التغيرات. شنو قلنا؟ كنحيدو هنا ناقص ألفا، ألفا هو واحد، ناقص ألفا هي ناقص واحد، هنا موان لانفيني بلوس لانفيني، وغادي تبعو معايا مزيان وغتفهم. دونك هنا إكس، هنا تغيرات جي، تغيرات دالة جي. إذا شنو قلنا؟ في حالة كا موجب شكون كا؟ كا هو واحد، صافي، متنساوش كتكون زائدا هنا واحد، كا موجب، وبالتالي كتكون هادي تناقصية. صافي، هكا كنحدو التغيرات ديال الدالة اف والدالة ج. في السؤال الثالث قالوا لنا استنتج، استنتاج، استنتج تغيرات جيرون اف. يعني في التغير ديال جيرون اف غنستعملو هذا وهذا، مزيان. قبل ما نمشيو نديرو الاستنتاج ديال التغيرات ديال جيرون اف، شنو كتقول لنا القاعدة ديال الدرس؟ هي كاينة في الكتاب المدرسي وغتكونو درتوها في القسم. شنو كتقول؟ اذا كانت جي تزايديه قطعا، المهم اذا كانت اف والجي بجوج بهم تزايديه، فالجيرون اف كتكون تزايديه. اذا كانت اف تناقصيه وجي تناقصيه فالجيرون اف، اذا فوقاش كتكون الجيرون اف تزايديه؟ اذا كانت اف وجي عندهم نفس الرتابه، صافي، عندهم نفس الرتابه. دابا هنا اذا كانت هذه تزايديه وحده تناقصيه، دائما كتخرج لنا جيرون اف تناقصيه قطعا. هنا اف تناقصيه قطعا وجي تزايديه قطعا، جيرون اف تناقصيه قطعا. اذا الا كانت عندهم نفس الرتابه جي و اف، عندهم نفس الرتابه جيرون اف كتكون تزايديه، صافي. اذا كانت عندهم رتبتين مختلفين فكتكون تناقصيه، مزيان. نحاولوا نصوبوا جدول التغيرات ديال هنا اكس،
طبيعة الحال هنا موان لانفيني، هنا بلوس لانفيني، مجموعة التعريف شنو؟ محيدين منها الواحد، دونك ها الواحد راه ما كاينش، صافي الواحد راه ما كاينش. هنا تغيرات جيرون اف. اذا دابا هنا غنجيو نحطو، قلنا كتخالف واحدة بعدا مزيان. كيفاش غنديرو جذور التغيرات؟ غنرجع للدرس، القاعدة ديال الدرس. اذا شنو قلنا هنا؟ الا كانت عندهم نص الرتابة فراه كتكون الدالة جيرون اف تزايدية على المجال اللي كتكون عليه اف تزايد، رتبة مختلفة كتكون تناقصي، ولكن ما ننساوش خص تكون بعدا بحيث اف دو اكس كتنتمي للجي مهما يكون اكس كينتمي لاي، صافي مهما يكون اكس كينتمي لاي. الا كنلاحظوا هنا مثلا هذا المجال ناقص ما لا نهاية واحد، ناقص ما لا نهاية واحد، الا خدينا شي اكس هنا اف دو اكس كنلاحظ بلي هذه قيمة تنوية، صافي يعني اف دو اكس راه اكبر من ناقص واحد، صافي اف دو اكس راه اكبر من ناقص واحد. شنو معنى اف دو اكس راه اكبر من ناقص واحد؟ اذا وبالتالي شنو عندنا؟ يعني كما قلت هذا الشرط هذا خصنا نردو ليه البال، بحيث مهما يكون اكس كينتمي لاي اف دو اكس خصها تكون كتنتمي للجي. اذا هانتوما هنا اش كتلاحظوا هنا؟ يعني لا اش كتلاحظ هنا؟ يعني اف دو اكس هذه قيمه دونيه، يعني اف دو اكس راه اكبر من او يساوي ناقص واحد، صافي اف دو اكس راه اكبر من او يساوي ناقص واحد. وبالتالي هنا كنلاحظ بلي الداله عندي هنا اصلا هنا ما عندهاش مشكله، هنا الجي راه تناقصيه كامله. اذا شغل لاحظ هنا الجي تناقصيه وهنا اف تناقصيه، اذا ملي كتكون عندهم نفس الرتابه فانه كتكون جيرون اف تناقصيه على المجال اللي كتكون فيه اف كتكون تزايدية، عندهم نفس الرتبه وبالتالي غتكون لان هنا راها تزايدية، صافي تزايدية. هنا من واحد بلس لانفيني، من واحد بلس لانفيني شنو عندي؟ من واحد بلس لانفيني راها تناقصيه، صافي راها تزايدية، وعندي هذه هنا تناقصيه. ملي كيكون عندهم رتبتين مختلفين غتكون هنا راها تناقصية، اوكي. هذا هو جدول التغيرات، ولكن بقاو تردوا البال لهذا الشرط، مهما يكون اكس كينتمي لي اف دو اكس كتنتمي للجي، راه ضروري من صافي. هانتوما مهما يكون اكس عندي هنا مثلا من المجال موان لانفيني واحد، ها هي اف دو اكس راه كاينه في المجال بلس لانفيني مثلا ناقص واحد، ولا ما عرفتش شحال غتكون. المهم اف دو اكس راه اكبر من واحد، وبالتالي راه كاينه، عفوا اف دو اكس اكبر من ناقص واحد، وبالتالي اف دو اكس راه كاينه في هذا المجال هذا اللي هو موان لانفيني بلس لانفيني اللي الداله عليه تزايدي. الى مازال ما فهمتوش، هانتوما عندنا اف دو اكس اكبر من ناقص واحد مهما يكون اكس كينتمي لاي، مهما يكون اكس كينتمي كاع الى بغينا نقولوا الاخر، صافي مزيان. اذا مهما يكون اكس كينتمي للاخر شنو عندي؟ اف دو اكس راها غتكون كتنتمي مثلا المجال ناقص واحد زائد ما لا نهايه، ناقص واحد زائد ما، وعلى ناقص واحد زائد ما لا نهايه كي دايره الجي تناقصيه، صافي.